تمرين ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي ضمن دورة بناء الحقائب التدريبية، وربط المسار الوظيفي والتدريبي بالحقائب التدريبية المناسبة لها. كما تلاحظون تفضل. هل دكتور موجود؟ هل ممكن في الخبير انه انا استفيد منه او لازم فقط ياخذ خبرة يعني كحول مدرب؟ أيوه. يعني بالعكس انا استفيد من خبراته. على فكرة الرجال ده مودع يعني نقل خبرة في المدارس. الآن يحتاج دورات هنا على حسب. ممكن أعطيه دورة في تدريب مدربين، ممكن أعطيه شيء عشان يستفيد. ممكن. لكن هو الرجل مودع، لازم ألحقه بسرعة استثمره. لا عادي هذا شنو؟ إذا هنا نقول درس تطبيقي. ولا إيه؟ درس تطبيقي. كيف تلاحظ عن الزملاء؟ هم بعملية ربط المهارات عندهم. نحضر عن الزملاء في نقاشات وحوارات الآن لبناء حقائب تدريبية، وأيضا هناك أخوات عندنا أيضا في نقاش وحوار. الزمن المقصر ما شاء الله تفاعل كبير جدا من المجموعات. عندنا عند الإخوة توجد 7 مجموعات، وعند الأخوات توجد 6 مجموعات، وتفاعل كبير جدا ما بين مجموعات التعلم ضمن دورة بناء الحقائب التدريبية المقامة حاليا في الباحة التي تقدم الدكتور محمد العامري. تلاحظون تركيز كبير جدا على ورش العمل، تركيز كبير جدا على اكتساب المهارة، تركيز كبير جدا على التطبيق العملي الفعال. نفس الماهر خلاته.